جدد معاكم في سهرة جديدة من كازا ديلا. صحيت دايما على قناة الشروق العامة، نرجع لكم كل سبت بتشكيلة جديدة راح تتنافس فيما بعضها. هذه السهرة اللي راح تكون سبيسيال تزامنا مع أول جوان اللي صادف يوم الطفولة، راح تكون تشكيلة اليوم براعم ولكن من نوع خاص، عرفتوهم في السوشيال ميديا، عرفتوهم كممثلين وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي كانت لهم ضجة كبيرة. الكل راهو يحوس يعرف التشكيلة تاع اليوم. الببليك الواعر بيان سور، يعطيكم الصحة. بلا ما ننساو دي جي ديالنا اللي راح يرافقنا طيلة السهرة تصفيق حارة، دي جي مومن. إذا راح نبداو بأول طفلة ولا حتى معروفة، نعرفوها باللي زواخة، تعرفوها بتهضر غير اون فرونسي، نستقبلوا مع بعض إينا. مرحبا بك إينا. واش راكي ايناس؟ صافا الحمد لله تخف بيان. صافا الحمد لله يا ربي. عليكم الهلال الذهبي. يسلمك ميرسي. العقوبة المكثر ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. يلا مشاهدينا اذا. شتي ايناس بنينة. وي. هيا بخير، خلونا نستقبلوا كذلك ضيفة عرفتوها مع ايناس في دارنا شو وكذلك في ماكلة بنينة، نستقبلوا مع بعض نورهان. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو فور لافيتاسيون، صحاب طولكم، صحاب رمضانكم. الله يسلمك يسلمك تعيشي. نعم. أنا كونتخ إيناس هاد المرة. موالف معاهم. موالف دايما كيف كيف. وي. آه وي. مالا نكملوا التشكيلة تاع نهار اليوم ونروحوا. شفتوا زوج في التمثيل ولكن كذلك كاين في الصغار صوت الشباب ورائع بزاف، وإن شاء الله راح يكون عنده مستقبل كبير في الغناء. مروان حاضر معنا نهار اليوم. مروان صحة فطورك. ميرسي بوكو تاتا، صحة فطورك. الله يسلمك. ميرسي بوكو. خير بيان. اخواتك ريفيزيت تاعو سكو في لي كوليس كنتو. وي. قاعدين غير زعما نلعبوا على بيناتهم. خير بيان بصح تسمعنا حويجه اليوم. بيان سور افيك بليزير. ومن بعد كي نقص شويه لا بريسيون تاع لي كيسيون سمعنا خويا. اوكي ميرسي. يلا نكملوا تشكيله تاع النهار اليوم ونروحوا الممثله كذلك عرفتوها في بيبيش وبيبيشا، وهذا العام شفتوها على شاشه التلفزيون في دار العجب او فورس، نستقبلوا. صافا كنتي عارفه بلي حطيحي مع نورهان؟ في كوليس في عرفت بلي حنكون مع نورهان مي اكي واجده. وي بيان سور. ريفيزيتي نقول على ولا صغار ريفيزيتو ريفيزينا. وي هيا تخي بيان. يلا نكملوا التشكيله ونروحوا كذلك ممثله ولكن كانت اثرت بزاف في الجزائريين، لو سيناريو اللي كانت دارته هي تجربه حياه انسان بجزءها الاول والثاني اللي كانوا ناجحين، وكذلك الدور اللي كانت اتقمصاته مع بعض اون فورس الببليك الواعر، نستقبل ماريا. سؤال ياسمين صافا؟ ابيان؟ اكي مليحه ببليك في الواعر اليوم. ماريا شكون دخلت ديريكت الببليك دار عندنا ببليك اليوم. هيا تخي بيان صافا. صافا تخي بيان الحمد لله. سهره صافا رمضان وقريب يخلص. تخي بيان السبت التالي هذا. ماريا بوام هذا العام ان شاء الله. انتم بون كوراج. دوك نشوفوكم مع كابور نورمال كيستيون كاش بروفا ويشوف يدي لكم كاش كيستيون من هاد لي كيستيون. اه بالك صح لازم تجاوبوا صح باش تجاوبوا ان شاء الله. يلا خلونا مع بعض نكملوا التشكيله ونروحوا كذلك للتمثيل ممثله اخرى اللي هي ايه شفتوها في دارنا شو وكذلك ناشطه على مواقع التواصل الاجتماعي، نستقبلوها مع بعض واخت نورهان. ايه
يما حنا نروحوا من ظهرك تحديتي وقتك امين امين زعما شنو ما ديرهم في الكيف مليحه صافا صافا والله الحمد لله الحمد لله كيفاش خسرتي ما قلتش كيفاش خسرتي اه ما لازمش يخسر ما لازمش كاين ما كاينش كيفاش ثلاثه هنا ومازال فوقينا ايا تري بيان يلا مع بعض الكل ويستنى في لي شاف ديكيب تاع هذه السهره اللي سهرت كيتس خاصه بحلول اول جوان خلونا نستقبلوا لي دو شاف ديكيب ونستقبلوهم كل واحد وحده ولكن كالعاده دائما تلقاوهم بلي ماسك نستقبلوا ليكيب روج الاول اللي ما عادش راح تعرفوا شخصيته هو معروف فلا دانس لانه خيرنا تشكيله من ممثلين وكذلك في مجال الغناء ولا دانس حاضر معنا بما انه لا جينيراسيون هذه جديده جينيراسيون كما نقولوا لها تاع الويب كاع راهي منفتحه على مواقع التواصل الاجتماعي استقبلوا شاف ديكيب ليكيب روج برافو صافا لاباس الكل راهو يتساءل شكون هذا الدانسور اللي راهو معنا نهار اليوم وجان وصغير صح فطورك صافاك مليح لاباس الحمد لله يلا نروحوا للتمثيل اللي عرفتوه في سلسله بوزي دايز وكذلك كان هذا العام في سلسله دار العجب نستقبلوا شيف ديكيب تاع الدوزيام جروب يلا مرحبا بكم كامل معنا وصحة فطوركم صافا راكم ملاح صافا اليوم غريبة قبل ما نبداو لي كيسيون ديالنا وقبل ما نديرو البيلو فاس لازم نتعرفوا على لي شيف ديكيب تاع السهرة تاع نهار اليوم شوية امبيونس بيبليك بيان سور يلا شاكير حاضر معنا اليوم كما شفتوا الدخلة ديالو سي ان دونسور راح نشوفوا تصاني ما نجح نستعملوك في اولا لا تطيح وكاع اوا نشطح يا تخيل نشطح يلا دوزيام شيف ديكيب يلا لومبيونس باش نعرفوا شكون قلت لك مرحبا بك انت ثاني واش نقول لكم يعطيكم الصحه لك كي عرفتوني الله يسلمك يسلمك يعطيك الصحه يا امو هيا مشاهدينا اذا باش نعرفوا شكون اللي كيف راح تبدا قبل الفيلو فاس ونروحوا جينجل كي العاده خفيف ظريف نعود ونرجع لكم كازا ديلا مشاهدينا عدنا رجعنا لكم بعد هذا الجينجا الخفيف ما زلنا رقدتوا بيبليك لا كازا نهبل يلا بعد هذا الجينجا قلنا لكم انه راح نديروا البيلو فاس عيط لي دوز شيف ديكيب باش نديروا البيلو فاس كالعاده والعوايد باش نعرفوا شكون اللي راح يبدا مجموعه الاسئله اربع اسئله اللي نشوفوا فيها الثقافه العامه ديالكم السلام عليكم سلام طبعا حلو الحمد لله روح رياضيه ما كاش يلا حسنا نديروا بيلو فاس بون راح ندور قبل ما تخير راح فاس 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 انا ما بيش شنو بيلو شنو فاس العود 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 انا 100 حسنا اسطر شفتوا شفتوا ما تحنا ما تاعي يلا حسنا نعاودها لكم اتس العود العود هو يلا برافو نبداو ليكيب راح نبداو ليكيب جامي جامي طاحت لي في الاخر طاحت فيكم سبحان الله سبحان الله يلا قبل ما نبداو لي زيكيب نلعبوا لي جو ولي كيسيون اي تو سا ماذا بيا كل ايكيب تخير اسم لراحها انتوما واش خيرتوا يلا هربي دايا هذه من الرعد هذه من الرعد حنا واش نسموها هذه لا 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 فايس هذه لا عفسه 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 تكون اوريجينال تكون اوريجينال هيا يلا بوزلوف عطونا اسم ميكي 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 نعرف هيا سي بون بقيتو هادو بدا ديجا بديتو بالدخله بالغش حنا الاولين براعم الا قولوا لي حنا انا قررنا انا تشاورت درنا تشاور هذه من الرعد هزم الراد هزم الراد اه صح وانتوما هذا اسم ولا سلوغو اخو هذه هي
زيد نحترموا الراي تاعكم. ها سمينو البراعم حنا يا راعي. براعم براعم. برافو دونك لي دو زيكيب عندنا البراعم الواعرين بيان سور بوبليك الواعر تاعهم براعم. لا هزي مره دوكا هزي مره ثاني واعر ولا لا لا هيا صحة هزي مره. يلا خلونا نبداو مجموعة الأسئلة لنهار اليوم وراح نبداوها بهذه المرة ديالكم في البيلوفاس. وأول سؤال يقول يقول يلا مع بعض نشوفوا أول سؤال. ما هي نسبة الماء في حجم الدماغ؟ الاحتمالات عندك 80% 70% ولا 65%. عندكم 15 ثانية باش تتشاوروا فيها وتختاروا الإجابة الصحيحة بيان سيغ. وانتم ليكيب دوزيام واش دوركم لو كان يغلطوا في السؤال راح تكون ليكم الحظ في الإجابة. تقول لها 75 لا 80 يلا خلاص ديكوبتيكم الإجابة. يلا احنا نقولوا 80 80% إجابة صحيحة. ما عندي زهر مع نار زهري أنا بير منه ما عندي قلب يعرف يحب يا ويلي حبي يا ويلي. برافو يعني كما يقولوا في البداية موفقة. يلا خلونا نروحوا لثاني سؤال اللي يقول ما هو الذهب الأسود؟ عندكم الاحتمالات الفحم القطران ولا البترول. 15 ثانية ليكم انتم. 15 ثانية ليكم دايما ليهم بما انه ربحوا البيلوفاس راح يروحوا كاع الاسئلة ليهم وبالك تربحوا انتم في القطرة. 6 5 4 3 يلا الإجابة لي درنا تشاورات ودي أسأل وش اسمها بترول. البترول أكسير إجابة صحيحة. حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني اليوم تغير حالو. يلا برافو عندكم دو بوان الحمد لله. مازال لكم سؤالين وما تشوفوش الأسئلة هكذا جاية. يلا نروحوا للسؤال الثالث انتم ما تزعفوش. جايين جايين الأسئلة. يلا نروحوا للسؤال الثالث اللي يقول ما هو أعلى جبل في العالم؟ ما هو أعلى جبل في العالم؟ عندكم الاحتمالات إيفرست أكونكاجو ولا دين يالي. يلا الاحتمالات عندكم و15 ثانية. تكجدا 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 يلا شريعة. 9 8 7 6 5 4 2 1 0. يلا تعطونا بزاف صعب صح إفريس هذايا باسكو نتايا من قبيل وزعما الجروب تاعكم شغل طحتوا زعما هذا سؤال جاي إفريس جبتوا صحيح أكسير صحيح إفريس أكسير أكسير إجابة صحيحة. كيف هادي على بالك لا حتى سؤال اليوم كوروند اليوم اشري لي فون دابور مختار مختار من قيمتهم الاخر البراعم ماما انا سنا يا خو بابا براعم ما داروا والو براعم براعم. يلا قولوا لي انتوما كيفاش جاوبوا الاسئله شويه ولا كانوا عندكم لي ريبونس؟ نسناو نسناو هنايا ان شاء الله كانوا عندكم لي ريبونس لي مام كان عندنا كاع لي ريبونس. هيا تخي بيان شاطر خشان حنا ساعات ونسيو تغلطوا في لي كيسيون تاعكم باش ما يروحوا ليهم. يلا خلونا نكملوا اخر سؤال في هذه المجموعه اللي هي المجموعه الاولى. السؤال الاخير يقول من قائل العقل السليم في الجسم السليم؟ معليش من قائل العقل السليم في الجسم السليم؟ الاحتمالات عندكم ذكر سقراط ولا افلاطون كي العاده ولا وعد 15 ثانيه للتشاور بيناتكم ليكيب. يلا هزي من الرعد انتوا ثاني وجدوا روحكم. 5 4 3 2 1. الاجابه هي احنا ما عندناش كاع الاسئله صعب هذايا باينه بلي افلاطون. افلاطون افلاطون تقولي ما ديري افلاطون مشي ديكارت افلاطون
دي كاتي لا 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 صحيح ما تخافوش بصح راكم كملوا ولا مازال لا فيها كملوا لا لا خلاص هما عندهم ربع نقاط برافو عليكم برافو عليكم سي بلاماخ برافو عليكم برافو دقيقه مع العلم انه هذه انا جبتها هكاك بكا ام بليسيا ام بليسيا المطيفه ام بليسيا عندك تلعب بالكره ناقصه رجوع ناقصين حديت روحي واليوم حنجد نتحدى والسلام عليكم الله يبارك وانا وجدت كاع العقوبات عقوبات يلا خلينا نروحوا ليكيب اللي خسرت ساكن احنا خسرنا ما خسرنا لا لا هذه الجوله هما ربحوا البيلو فاس كان لهم الحظ انه يجاوبوا على الاسئله خلاص حصلنا اللي جاوبوا كاع دونك ليكم عليكم العقوبه العقوبه راكم شتوا لي زيميسيون لي نيميرو اللي فاتوا راح يكون فيها سباق ولكن من نوع خاص سباق هذا راح تخيروا فيه الزوج منكم باش تجروا يلا بين لي انا ما ندريش انا صايا مينا اوفيسيال انا ديروا لي مشروع حتى الطرف تاع اسمه وتعاودوا تولوا نعطيكم توب وتنشروا ماشي غير بالعقل واتونسيون تلقوا لي ساشي هيا توب هيا بيبليك هيا ندو معنا ميرسي صحيتو يلا برافو كنتو درتو بحثو معنا صحيح درتوها هايله اذا مشاهدينا كالعاده راح نروحوا فاصل صغير نعاودوا نشوفوا فيه تشالنج شكون راح يدي لا مان باش يجوا لي كيسيون تاع ربع اسئله كيما موالف شكون اللي يدي فيهم لا مان باش يجاوب مشاهدينا مازلنا دائما في قناه شروق في كازا دي لا رجعي لكم ولكن بعد الجينجل إذا نعود لكم مشاهدينا بعد هذا الجينجل الخفيف الظريف مازلنا دائما على قناة الشرق في كازا دي لا صحيتو بعد ما ربحت ليكيب تاع هذه مرات بيان سير الجولة اللي راح تكون تشالنج راح تربحوا فيها دو بوان إضافة أنه راح تكون عندكم لاما ليكيب اللي تربح راح تكون ليها لاما باش تريبوندي على لي كيسيون اللي جايين دونك زيرو راحكم انتوما زيرو راحكم انتوما عندكم ممثلين عندكم ممثلين راح يكون سيناريو سيناريو سهل ماهل خدمتي خدمتي ثاني عندكم زوج دقائق باش ديرو كل واحد يخمم ماذا بيا لي سيناريو ما يكونوش كيف كيف وبيان سيغ في هاد تشالنج البوبليك هو اللي فوطي عندك ليكيب روج هذه وليكيب بكامل لي زيليمون ديروا ان بصح وشنو لازم تعاونوا كامل بصح وشنو ماشي البيبليك صافي هادو جماعتكم تفوطي وهادو ثاني ما كاش بيستون كلا زعما يلا السيناريو مع بعض كونسونتريو معايا اسمعوا السيناريو مليح مليح السيناريو سهل وعايشينو نتوما سيرتو نتوما بزاف دورو في لي ريزو سوسيو زعما شغل دي يوتيوبرز زواخات وغيورات من بعضكم بعض وتلاقيتوا في ايفينمون هيا لي دو يلا عندكم زوج دقايق عندكم بلوتو 15 سكوند تشاوروا فيها وديروا سيناريو بيناتكم يلا راح تربحوا فيها دو بوا هاد الجوله وراح تعطيكم بيان سيغ كالعاده لا مان باش تريبونديو على لي كات كيسيون اللي جايين لي دو على بالي بلي في لي ريزو سوسيو يلا يلا اذا الوقت خلاص لي دو غروب براعم وهزي مرات خلاص الوقت تاع التشاور ديالكم خلاص الوقت تاع التشاور نبداو بالبراعم يلا
البراعم لا لا انا معاك سي بون كملتوا سي بون كملنا عندكم زوج دقائق باش ديروا السيناريو اللي قلته لكم تجسدوه تمثيلي سيلفو بلاي البوبليك باش يكون الحكم تاعنا عادل بين لي دوز ايكيب يلا سيلونس ابداو لنا السيناريو يلا ستوب مع لا مارك هذه يلا دي ماركه Bonjour monsieur, ça va? Alhamdoulilah, merci beaucoup. Fahd ki jitou عندي لي فان ديال لي. Merci pour l'invitation. Ça va? Ça va très bien, alhamdoulilah. Salut. Oh, Inès. Inès, ça va? Ça va? Alhamdoulilah. Ça va? Alhamdoulilah. Ça ماشي جبال. سهلاش عبد الله يبارك. فتح فيفا، اسهل فيك شحال شابه اخو. وي. شابه بصح. الحمدلله، انت نعجبني. لا 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 هذا هو درت لا كوليكسيون ما كاين والو هذه الاخرى كوليكسيون بكم عندي كل شيء شباب بصح الله يسلمك خويا ما شاء الله ان شاء الله ميرسي بوك ان شاء الله ان شاء الله هذا لوغو كولو ما تحشموش كولو صحيت خو بيان سور ناكل ميرسي صحيت هذيك بدات تدي في الماكله هذه مريضه هذه هذيك علاش تحقها تحت تاكل ماشي نهضر لا نهضر يا خو معليش نورمال لا تاكل نو معليش معليش واش انت تدي الماكله نورمال وين ندير الماكله من بعد واش فيها؟ انا عندي ليماج تاعي واش ليماج اللي عندك انت؟ انا نعرفك ميبا ياك ما نخليش تاك شوف مازال دي جون كوم تو يعرفوني شكون لي جون شكون لي جون لي جون لي كيما انت يعرفوني؟ لا لا نعرفها انايا تعرفها وين؟ نعرفها لا لا ولا نعرفها ما تعرفهاش والله ما تعرفهاش ما تعرفهاش صحابي ما داوزوش في ليفينمون قلنا ما داوزوش ما تدخلش روحك انا بيناتنا رانا انا نهضروا انت يا خاشك من ليفينمون تاعك كل وروح سيدي روح 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 اسمح لي اسمح لي اسمحوا لي علاش جينا لهذا ليفينمون؟ جيتو باش سمحي لي بس الكوليكسيون تاعك علاش جيتي باش انا نلبس الكوليكسيون لي كات فيغ جيتو لول 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 قلكم حاجة جيت حاجة الأولى نقول لكم نفهمكم بلي هذوما ما يعرفوش حاجه الاولى قلنا سيناريو ماشي اوبليجي ضحك دو دو هذا زوج سيناريو ماشي مشكل معليش خليهم هما دوك نشوفوا وليليمون تاعهم ضحك هذا البروبليم كان تضحك خلينا انتم درتوا السيناريو ديالكم يقعد دائما جوج الببليك هو الببليك هو اللي يجي المهم ضحكت ما تداري ما حد خليها ملي كنت تاكل لازم نقعد نرضايا سكتوا فهمتوا السيناريو ديالكم اللي هو دي يوتيوبرز زواخه تلاقاو في ايفينمون يلا لا باش نبر الكونسيبت نوض نوض اتونسيون دو مينوت عندكم ما تبعدوش بزاف على الكلام يلا محمد سافا حالا شتي تاع الفيديو يوتيوب شكون شراك شراك انا توحشتك يا راكي لا لا غايت ما نعرفكمش ما نعرفكمش توحشتكم لا حنا واش راكي دابا راكي بزاف شابه راكي تهبلي تي تهبلي شفتك دخلتي لي بالمو هذاك تاع اه شفتك البارح في لي بالمو كنت تلقى على بالك تقلقيني بزاف انت دائما نشوفك تقلقيني واش عيناني انت واش بك على عيناني هذه واش بك واش بك واش بك تحبوا تمت نفق معاكم يا واش بك رجعت لي الزماني تاعك شريتهم كنتو تلقوا الله يعاونك الله يعاونك الله واو شنو زعما تقعدوا بين حنايا ما فاهمينش كيفاش جايباتو جايباتو لهاد ليفان وهاد ليفان هاد ليفان انتوما ليفان امبورطون اوكي دير حق وطيري يا تيكي انت شكون طفيو يا شاطر هذا وتك تاع سقله وسمك بنتي احنا ما بغيناش ماني شاريين لي زابوني تاعو كيما هو كتسمعي علاش راك تبهدل شحال البخس كليك البخس او لا لا شكيلا بصح شكيلا بيان سور باينه البارح شنا باسكت 500 درهم 500 درهم 500000 500000 واحد السكر السكر مني 100 عطيتها السكر وحنا ندوقها يا خويا شبيك 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 انت وشبيك خلينا من المليون وكاع تاع سقلع بالك واش واش غير الخير احنا اسمي ما كان لي يلا ما بقاو لكمش ثواني يا خويا ثواني شبيك شبيك صافي احنا ما حطوش
نيفو الحمد لله يا ربي كيف ديري لي زابوني كيما الناس لي زابوني شريتيهم برافو يا بنت الصحه للرات بدي مراد يلا يلا حال اتنسي فيبليك لول لول فيبليك شكون ليا هاي ليغاليتي بيناتهم اوتوماتيكمون الاعداد راح هو يدي سيدي في لافا شكون ليكيب اللي راه حد حمزات يلا يلا خلوني فقط نص خلوني فقط هازم 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 يلا خلاص خلوني فقط خلوني فقط سيلانس سيلانس سيل فو بلي سيلانس خلوني فقط نكسبليكي لكم لي دو زيكيب باش نقنعكم شكون اللي ربح شكون هادو داروا لي سيناريو نبدا بكم نتوما هادو داروا سيناريو ضربتو 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 قلنا زواخات ما قلناش ضربو زواخات باك انت كيف ضربتها اختي مرتم خير كيف ضربتها باك اوتوماتيك مالي كيف تعبر عمالي بما انه ربحوا في هذا التشالنج برافو براعم عندكم دو بوا برافو وبيان سور راح تكون لكم لا مان في لي كيسيون اللي جايين قاعدين دائما في كازا صحيت ونروحوا جينجل كي العاده خفيف ظريف وراجعين لكم مازلنا على قناه شو عاودنا رجعنا لكم بعد هذا الجينجل ومازلنا في كازا ديلا صحيتوا ليكيب اللي كانت ربحت هي ليكيب براعم برافو براعم براعم وراح تكون لكم لا مام بيان سور في هاد الاربع اسئله وهاد الجوله ونشوفوا الان بيلقوا لنا الاسئله سهله بارابور لهذه المراد اللي جاوا كانت انا ما بعرفش دوك نشوفوا لي كيسيون يلا نكتشفوهم مع بعض اول سؤال اللي يقول ياسمين اين يعيش الكونغورو في الجزائر اين يعيش الكنغار في جنوب افريقيا استراليا ولا الهند شحال واحد في الهند في الهند كامل راح يكون لكم 15 ثانيه اللي تتشاوروا فيها تعطونا الاجابه الصحيحه يلا هديكم احنا بلا ما نتشاوروا تاع المخشى تكلموا 5 4 3 2 1 اذا الاجابه اللي كيف راه حنا تفهمنا وشفنا تفهمنا بزاف كانت كيسيون بزاف صعبه لينا كسرنا راسنا تي فوا جوغ لوسترالي لوسترالي ما باينه هذه شو هي اجابه صحيحه برافو بدات دخله شابه مليحه عندكم النقطه الاولى ولكن مازالوا تنت اسئله عليها ما تتقلقوش بزاف يلا السؤال الثاني اللي يقول كم عدد ايام السنه الاحتمالات 365 362 365 يلا مع بعض عندكم 15 ثانيه تتشاوروا فيها كي العاده لا وايد باش تعرفوا تتشاوروا على السؤال الصحيح لا لا ماشي 365 انا ماشي ماشي نقولوا انا دوك فاهمه يعني لا كيسيون هادي ما عندهاش سؤال لا 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 صح صح باسكو باسكو دوك نفهمكم حاجه كاين كاين كل عام فيفري جي 28 جي 29 دونك دونك تو لي 4 ans دونك خطا جي 366 3 فوا جي 3 فوا دي فوا جي 365 مي جينيرالمون 365 دونك 665 سير 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 قولي والله اجابه صحيحه Tell your body you take. Walking hard and low.
السؤال الثالث مع بعض. دائما ما زلنا في ليكيب تاع براعم اللي عندهم دو بوا. السؤال يقول من كم لون يتكون قوس قزح؟ الاحتمالات 7 11 ولا 10؟ وين يلا عندكم 15 ثانيه. قول يلا 15 ثانيه. 66 66 6 5 4 3 2 1 0 Inès Abdelli. Alors, qu'est-ce qu'on a alias l'arc-en-ciel, il était comme une 7 alouane. 7 alouane. Oui. Yasmine, tu as dit que tu as في الجولة الثانية لجولة الأسئلة. وآخر سؤال لحد الآن شفت كيف يعني كيف تاعكم ثم جاوبتوا كامل ثاني جاوبوا شفتوا. يلا خلونا نروحوا لآخر سؤال الرابع. يلا نروحوا. ما هو أكثر الأمراض شيوعا في العالم؟ راح نص إجابات شفتوا؟ ما هو أكثر الأمراض شيوعا في العالم؟ عندك سرطان السكري ولا تسوس الأسنان؟ شتو قلت لكم باللي الاسئله ما تنقلوش. هاي 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 دوروا. لا 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 قولي لهم قصه فالا بشويه عندك. يلا عندكم 10 ثواني. سوس الاسنان. سكر 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 يلا سكر سكر سكري وي اكونسور بزاف كان اجابه خاطئه. اعطونا الاجابه انتوما. تسوس الاسنان صحيحه. برافو. هذا ما يمنعش باللي بون باش تفهموا باللي راكم رابحين. عندكم 3 بوان هما اللي خسروا مالغري داون بوان. بصح وشنو كاين حاجه كي نقول لكم خسرتوا في الجوله ما يعنيش خسرتوا الجو كامل. خاطر في الاخير راح نديروا لكم تنقيط نحسبوا كاع لي بوان. دونك انا 5 5 5 دونك اوتوماتيكمون انتم خسرتوا هذه المره. عندكم تشالنج عقوبه. راح ديروا عقوبه كيما داروا هما لي ساشي. انتم لازم تخيروا واحد فيكم دي لي بوب. خيروا واحد فيكم يدير. يلا خيروا واحد فيكم. يلا شكون؟ نورهان. هيا 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 ديري لاكونت. ياسين جيب لنا لاكونت سيل تو بلي. هيا هيا سهلة. تخيل اصبري نربط لك سجل. ايه 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 هذه لاكورد ماشي سهله. زدنا لك شويه الفوا. عندك 20 قفزه. يلا بلا ما تحبسي ولا غلطتي تردت عليك. واحد برافو 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 برافو. اذا هذه العقوبه نقعدوا دائما في هذه الامبيونس. الببليك مازلنا في كازا دي لا راجعين لكم ولكن بعد الجينكل. مشاهدينا عدنا رجعنا لكم في هذا الجينجل الخفيف الظريف في كازا دي لا. صحيتو ليكيب كي تلاي معنا نهار اليوم بمناسبه اول جوان. طفوله فور لي دو. الله يبارك. وليكيب تاع براعم اللي ربحت في هذه الجوله الثانيه للاسئله. برافو. ولكن براعم يلا براعم 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 برا
سيفا يلا بعد ما كانوا داروا العقوبه ليكيب تاع هزيم مره وكانوا مالغريتو ربحتوا نقطه بصح سوف تزيد في الرصيد ديالكم في لافان باش كي نحسبوا التنقيط ديالكم تزيد في الرصيد. يلا هالفقره هذه بعد اللي درتوا العقوبه راح يكون تشالنج كالعاده باش تربحوا فيها نقطتين دو بوان وتدوا لاما فلا دوزيام فلو دوزيام جروب تاع لي كيسيون اللي راح يكونوا كالعاده 4 كيسيون. يلا تشالنج هذا راح يكون شاك ايكيب تخير واحد منها انا شاك ايكيب يلعب بيان لي كيسيون بصح بصح حنا واش راح نديروا حنا بيان سيغ الوقت راه ضيق راح نخيروا اللي هي زوج دقائق راح نخيروا واحد منا واحد منا يلعب ليكيب بصح ما يقعدش في ليكيب ديالو راح يقعد منا والاخر يروح دلوت كوتي والاخرين يشوشوا عليه برك وشنو باش ما يخلوش يركز مع الكوب باش يسقمو بصح وشنو ما توشيوش بعضاكم خلوه يخدم وحنا في الاخر راح نحسبوا السطر اللي قريب باغيزون خصاتو ايه بالسطر. يلا شكون تخيرتوا في ليكيب تاع هذه المره؟ شكون يروح؟ باش يروح من لهي وانتوما اللي منا باش ترفد له تكون يلا ماريا هاكي وي ماريا 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 يلا ديروا اقعدي في الوسط منا ايه اصبر ما توشيوش ليكيب استناي استناي ما توشي ماريا دقيقة ماريا دقيقة نورهان دقيقة ما توشيهاش ما توشيهاش ما توشيهاش ما تغساش وش عليها برك يلا رحنا طوكم انت باش تبدا مازال ماريا ما بديتش بقى نبدا يلا سيلونس بيبليك باش نعطيهم التعب باش يبداو اتونسيون 3 2 هاي سكول كولابورا راح نشوفوا لي ليكيب شكون اللي دارت اكثر درت انتخي انا بون باينه نور هانيه اللي برافو برافو عندها نور هان تخي دارتو ها هو بصح ليكيب الاخرى عييت نحوس لي تخي منها ما كاش هاولي هاولي ماشي بان ماشي بان طونسبارا ماشي بان ماشي بان ماشي بان ماشي بان برافو ليكيب تاع راسي مرات برافو عندكم عندكم لي دو بوان دو بوان برافو لي دو بوان
دوقتوني برافو لي دو بوين هذه هي على بالك هما كانوا نشتا كانوا يعيطوا لها في راسها يلا بكوش لايك خلونا نروح دخلت ابو الصوت انا ما حتدخل شيرد ولا نايا هيا برافو خيرتوا الى كانت مباراة صعبة كانت مباراة صعبة والحمد لله نجحنا الحمد لله سلام كانت كان اجواء كانت يلا نقعدوا في هذا الحماس دائما ولكن بعد الجينجل اكون موزين موزين بعد الجينجل راجعين يلا مشاهدينا عاودنا رجعنا لكم بعد هذا الجينجل وما زالت دائما الامبيونس يلا ما زلنا دائما في كازا ديلا صحيتوا اللي كانت ربحت فيها لي دو بوان ليكيب تاع هزي مرات شدي قلكم صافا ما عندكم لي بو شدي قلكم شنو ما نوما ربحتوا لي يلا خلونا نروحوا للبيبليك سيلونس باش ليكيب ديالكم بيسك راكم تنكوراجيو فيهم خليهم يربحوا بيان سيغ وانتوما بيبليك سيلفو بلاي راح نبداو اول سؤال في المجموعه الثالثه واللي يقول ما هي اقدم انواع العلوم ما هي اقدم انواع العلوم الطبيه الهندسيه ولا الفلك دور ما تنقلش يلا عندك 15 ثانيه للتشاور سمعتها منها لا ريبونس للتشاور بيناتهم يلا اوف جوجل اوف جوجل اعطوني الاجابه اعطوني الاجابه بانا دو على بانا كانت على بانا الإجابة الفلك أقدم أنواع العلوم هي أنا قلتها لهم على الورق قبل ما يقلعني كان على بانا خلوني نسمع الإجابة ديالهم واحد يجاوب كان الفلك 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 إجابة صحيحة شاكر شاكر نربح 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 شاكر خلوني نكمل ثاني سؤال اللي يقول ما هي اكثر سلعه متداوله في العالم النفط الزيت ولا السكر 15 ثانيه واش بيبلي يلا 15 ثانيه واش بيبلي جاي عبرك شاكي ولا انا ما جيناش اعطوني الاجابه انا نقول مازال اعطوني مع بعض الاجابه اعطيها لك النفط النفط هي الاجابه النفط اجابه خاطئه على يلا ليكيب تاع البراعم اكتيفي وجابوا ما عندكمش ديكون يلا ما عندهمش الوقت نورمالمون يلا 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 السكر قال لكم بقى لكم السكر والزيت قلتوا السكر راكم سيغ نعم الاجابه الزيت هو السلعة الأكثر لا 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 يلا خلوني سؤال آخر يلا سؤال ثالث اللي يقول ما هو أكثر عنصر كيميائي متواجد في جسم الإنسان؟ هل الهيدروجين الكربون ولا الأكسجين؟ يلا 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 الإجابة روح بلاستيك تعيش شاكر سيبو بلاي بيبلي خلينا باش يعطوني الإجابة نسمعها الإجابة اللي هي خلاص لكم ديكونت يلا الكالسيوم الكالسيوم أكسجين أكسجين إجابة خاطئة أكسجين
الأكسجين الأكسجين إجابة صحيحة. Attention, باش نشوفوا اخر سؤال في هذه الفقره. في الديبي كي بديتوا لي كيسيون قاعد درتوا لي الاسئله سالين ومانيش عارفه واش قلت لكم. كاين اسئله واعره جايه. يلا نشوفوا اخر سؤال ليهم دائما توجور الاخير اللي يقول ما هو اقرب كوكب الى الشمس في مجموعه الكواكب الشمسيه؟ زحل، المريخ ولا عطارد؟ يلا ما كاش بيناتكم. يلا عندكم 15 ثانيه كي العاده واش دوركم نتوما ثاني. يلا أعطوني الإجابة. الإجابة عطارد. عطارد إجابة صحيحة. جنازة يلا دونك ليكيب هذه المره عاد هي اللي ربحت في هذه الجوله. برافو الحمد لله. بصح سكور مزير يلا سكور مزير. ما جاوبتوش عندكم ثلاث اسئله جاوبت عليهم. واش بلا مطعم واش بلا. يلا دونك ليكيب تاع براعم خسرت دوماج في هذه الجوله. راح يبان لكم مازال ومازال اسئله ومازال ديروا لي تشالنج ولكن عندكم عقوبه بيان سور كي تخسر. مروان اروح عندي. اكو قتلتوك خيتي دي مروان. مروان راح دير العقوبه نتايا وتاسيمي كاع واش صرا. راح يعطوك اون بول وتقعد شادها زوج دقائق. هذا مكان يا رايدك. ايوا 2 مينوت. يلا يلا حسبوا مع 2 مينوت. ميوزيك دي جي مومن ميوزيك. يلا مشاهد أخطان. برافو برافو. إذن مشاهدين ما تبعدوش على قناة الشروق. راجعين لكم ولكن بعد هذا الجينجل في كازا ديلا. يلا
إذن عودنا رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الجينجل كل عادة وين شفنا العقوبة اللي كان دارها مروان مسكين غطني على مالك درت لي زبدو جوك لي كوماتيو وي أنا زبدو لا لا بصح كان شبكة لي زبدو قتلوا لي ولي كوماتيو صح ميرسي ستيلو روج يلا خلونا نشوفوا التشالنج هدايا اللي راح تربح فيه ايكيب بيان سيغ وتدي لا ما باش يكونوا عندها لي كيسيون الجايين وراح تربحوا كي العاده دو بوان في كيما راكم تشوفوا في لي بو هادو اللي ما محطوطين هنايا راح نجيبوا لي غولوغ وكل واحد من شاك ايكيب راح يخير واحد يعرف يلعب عم يقولوا لي تاع الاعداد راح نخيروا حنايا هذا الاعداد ما تفهموش قبل الاعداد دبر راسكم يلا راح يكون حنا اختيارنا على واحد من شاك ايكيب بصح وشنو ما عادش تلعبوا لي غولوغ نورمال راح نغطيو لكم عينيكم بصح وشنو كاين واحد من شاك ايكيب يعاون صاحبه دونك يعاون تعاونوا بعضكم بعض دونك لا خسر هذاك راهو بلي غولوغ شاد ليكيليبر واللي معاه بارتنير هو اللي يمشيه على لا لا ليسونسيال يشد روحه ويمشيه بيان دونك هو يديريجيه لا خسر دونك هذاك الكيد ديالو هو اللي خسرو ليكيب تاع براء حنخيرو نورهان ايناس انا باك دايما نخلط بيناتكم ما في لي كوليس كنت نقول لها كنت نقول لها نورهان ايناس يلا هيا ايناس راح نبداو بها هي الاولى اتونسيون يلا هيا تاب بالك طيح لك ماشي اللي كان يشد دونك طيح وحده اني نفسك ماشي اللي كان يشد كان يشد طيح وحده لا رتور 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 جري جري ما 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 دوزي منه طاحوا دو طاحوا دو طاحوا دو يلا ما تخافيش هيشدك انا شدك دداش يلا ريح ريح محمد يلا بعد الجيجا راح نرجع لكم نشوفوا توجدوا واحد دوزيام ايكيب باش يديروا هذا التحدي لو طون ايناس نحي لي غولوغ راجعين لكم ولكن بعد جينجا الخفيف مازلنا في كازا صحيتو برافو جامدات لي غولوغ وطيح على ثلاثه ما عليها هي ثلاثه
خلوني نرجع سيفو بلا بيبليك سيلانس سيلانس برافو دونك انا ثاني كما قال لكم البيبليك الاخر بوفتون كونتخي عليكم بصح قال لكم برافو يعطيكم الصحه دوزتوا درتوا تشالنج وبرافو عليكم لي دو بوان صحتكم وبيان سيغ راح يكون هذا اخر سؤال في هذه الحلقه يلا يلا بيبليك خليني فقط باش باش نفهم لي كانديدات اللي معانا كامل ولي كانديدات انه ربحتوا هذا التشالنج ديتو دو بوان وراح تكون لكم لا ما لا كيسيون الجايه اللي هي اخر سؤال راح تربحوا فيه ثلاث نقاط خليني فقط نعاود نحط لكم لي دو بوان تاعكم اللي ربحتوهم في هذه الجوله برافو وراح نعاود نوليو لكم ولكن بعد الجينجل وراح يكون سؤال فقط اتونسيون تغلطوا فيه وراح تكون ليكسبليكاسيون بعد الجينجل مشاهدينا ما تروحوش بعيد كي العاده والعوايده رجع لكم بعد الجينجل مازلنا في كازا رجعنا لكم بعد هذا الجينجل وين كانت ربحت فيه ليكيب تاع هزي مراد برافو وكنتوا ديتوا لي دو بوان والعما في اخر جوله اللي راح تكون فيها سؤال واحد هو اخر سؤال في البرنامج راح تربحوا فيه ثلاث نقاط ولكن الاجابه اذا كانت خاطئه راح تروح اوتوماتيكمون ليكيب الاخرى ما عندكم لا اختيارات لا ولا شيء راح يكون فيها فقط السؤال تلقاو الاجابه ديالو اكيد في الاخر راح نحسبوا لي بوان ديالكم ونشوفوا شكون ليكيب اللي كانت ليها اعلى عدد من النقاط هذا في 3 بوان راح يزيد ليكم الفرصه انه بالك تربحوا يلا مع بعض اخر جوله وسؤال يقول فيها سيلونس بيبليك ما هو الغاز المستخدم في اطفاء الحرائق الاحتمالات عطاو لكم الاكسجين النيتروجين ولا ثاني اكسيد الكربون يلا عندكم 15 ثانيه تشاوروا فيها تربحوا في هذه الجوله ثلاث نقاط يلا 6 5 4 3 2 1 يلا عطونا النيتروجين يلا خلوني نسمع الاجابه ديالهم فقط قلتوا النيتروجين هو الاجابه ديالكم اجابه خاطئه لا لا اجابه خاطئه راح تروح لليكيب الاخرى راح تروح لليكيب الاخرى الاحتمالات اللي بقاو هما ثاني اكسيد الكربون ثاني اكسيد الكربون ولا الاكسجين ثاني اكسيد الكربون باسكو كيكون اكسجين يلا اعطوني الاجابه اكسيد الكربون ثاني اكسيد الكربون اجابه صحيحه برافو يعطيكم الصحه كانت لكم الاحتمالات لانه بالعاده السؤال الاخير ما يكونش فيه احتمالات يعني سهلوا عليكم شويه وخطون السؤال كان سهل يلا مع بعض راح نحسبوا شحال كل فريق نبداو فريق البراعم نبداو فريق البراعم 8 9 عندكم 9 نقاط استهلوا 9 11 فريق هزي مراد لا لا نيتشون لا نيتشون انا عطيتكم لي دو بوان لي دو بوان ديال هذا اللي هذا الاخر ربحوا فيها زي مرات برافو عليكم عندكم 11 نقطة يلا يلا صحتكم في هذا العدد ولا انا غيوصي صح معليش يلا راح نبداو باللي خسروا نهار اليوم يعني كنا فرحانين بكم انه شاركتوا معنا نهار اليوم وكان عدد خاص بالاطفال واطفال ماشي عاديين يلا لو ديرني مون كل واحد يلا بون اكسبيرونس بزاف شابه بيبليك واعر بون سافي بليزير
بعد ما صنفزه شابه اللي جوش هدين لي كاستيون برافو هذه مرة عاد ربحو فوالا Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous donne un très beau moment pour la Casa de Hebel, le public, ou l'équipe orange, ou l'équipe rouge, ou Malish Merbahnach, ou le Mouhimou Moucharaka, ou la. Non, ou le moyen, c'est le brevet, ou le bac qui est le compte. Très bien, donc on a un peu pour les moyens, est-ce que j'ai beaucoup de Bien sûr. Très bien, on a le Marwan, Marwan, après quel est-ce que vous avez Merci pour l'invitation. Je vous souhaite وي دوزت وقت الشباب معاكم ما شاء الله وفرحت باللي تلاقيت مع صحابي تو صح انا ماشي حنت تلقاك هكا كازو تغني لي حويجه هاي مروان هاي يلا سيلونس بيبليك باش نسمعوا مروان الوغ واش نغني تحب اورينتال ولا الجيريان كيما تحب كيما تحب داكوغ انا نغني اغنيه بمناسبه شهر رمضان راني قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل يعطيك الصحة مروان برافو برافو ان شاء الله بونخير سيرنا بصح حنايا شاكر يلا اذا ميرسي بوكو سي فريمون اون تري تري بيل اكسبيرونس اللي جوزناها مع الماس مع كاع ليكيب مع البوبليك كنصوم منا ولا من لهيه دونك فوالا و سيتي ما كانت ما كانت الله يسلمك انا راني حابه تعاود لي الهدا تاع دخله دي جي موسيقى عطينا الصحه يلا راه هاي دار الكلافي هي 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 الهدا تاع هذيك هذا تاع مقبل برافو يعطيكم الصحة شاكر والله يعطيكم الصحة يعطيكم المشاركة أون توكا ماغري كو ربحوا هزي مرات اللي كنتوا ضحكتوا عليهم بزاف كي سماو هزي مرات لا لا حنا هكا حنا هكا حنا بصح كاع صحاب كاع نروحوا لشيراز شيراز آخر كلمة ميرسي بوكو بو لانفيتاسيون وإن شاء الله نجيبوا البي أم أنا وماريا خلينا الحفيظة وجينا اليوم وكامل اللي عندهم بروفي بي أم وميرسي بوكو كازا دار هيا تري بيان ان شاء الله لي موين يكونوا ملاح لهاد لي تريماس ان شاء الله وقعدوا هكذا الخدمه عندكم لا تيلي ولا حاجه ولا لي ريزو سوسيو ولكن ديما القرايه بيان سور نعاونوا بعضنا في الدومين وفي القرايه وفي كلش تري بيان تري بيان دونك نروحوا الايه يلا بون يعطيكم الصحة على الانفيتاسيون جوزنا وقت بزاف شباب بيان سور بيبليك معنا حاضر يعطيك الصحة ليك ثاني ان شاء الله نعاودوها ان شاء الله ان شاء الله هيا نوريها دونك يعطيك الصحه ميرسي بوكو بور لافيتاسيون ميرسي البوبليك ديالنا كانت عندكم بريزونس واو الله يبارك و فوالا لايف لول والحمد لله يا ربي ربحنا احنا اليوم درتوا حلف لي كولي زعما انتم حتى ربحوا الحمد لله يا ربي احنا ربحنا معليش نورمال خليني نقول لك نهضر بعدهم بغيت نقول للمشاهدين راه يشوفوا خلينا نكملوا الغيره الغيره خلينا نكملوا يلا صحه فطوركم صحه عيدكم شرير يلا محمد علي والله غير نخدم انا روحي نوران قعدي قعدي نوران قعدي نوران ولي شاكر خلي محمد علي يقول لنا اخر كلمه انا في الاول نشكر البيبليك هذا الاول ومن بعد هذا وكاع هكذا نشكر هذاك حمزه شملي وهاد الحصه كاع انتيا وهذوما كاع اليوم العندي قالك التكنيك اليوم الطريقه نشكركم نشكرك البرطيق نشكر ضل الهبال خاطر اليوم دارت لنا زياره القارب هذه ضلنا شو ضل الهبال وضل العجب شغل كي كملت نعطيك الصح يلاه بصح راني حابه تقول لي واحد الكلمه سرسيبه سرسيبه إذن مشاهدينا نقول لكم صحة عيدكم وصحة فطوركم اصبروا مازال نختم البرنامج ومن بعد سهل يلا مشاهدينا تلقاو الأسبوع المقبل نشكر طلة ديال اليوم من NB ستايل طلة في رحمكم وصحة عيدكم